مرحبا بكم في الفيديو الخامس من شرح برمجة شيئية 1. تعرفنا في الدرس الماضي على الستاتيك فيلد والستاتيك ميثود. في هذا الدرس حنتعرف على تو سترينج ميثود. لما يكون عندنا كلاس دائما بيكون مفيد جدا نضيف ميثود اسمها تو سترينج. خلينا نتعرف على هذا الميثود في البداية. أنا أنشأت تو أوبجكت R1، طوله 5 عرضه 6، طوله 9 عرضه 2. خليني أجرب أطبع. لو حاولت أطبع R1 الأوبجكت الريفرنس فاريبل، فنجرب إيش هيطلع معنا. هيطلع معنا اسم الباكيج مع اسم الكلاس مع عنوان الأوبجكت هذا في الذاكرة، بس هذه معلومات غير مهمة. أنا كان نفسي لما أطبع R1 يطبع لي معلومات مهمة عن الريكتانجل، زي إنه طول الريكتانجل كم وعرض الريكتانجل كم. فإيش اللي بيصير؟ أي كلاس في الجافا فيه باي ديفولت ميثود اسمها toString. لو حتى أستدعيها هلاقيها موجودة، مع إنها غير موجودة، يعني مش واضحة في الريكتانجل إنه في ميثود اسمها toString، بس باي ديفولت هذه الميثود موجودة في الجافا، تمام؟ في كل كلاس في الجافا. هذه الميثود باي ديفولت بتكون انه بتطبع الادرس للاوبجكت اللي موجود في الاوبجكت، لكن احنا في العاده ما نحتاج الادرس في الطباعه، نحتاج معلومات عن الاوبجكت. مثلا الاوبجكت R1 طوله كم وعرضه كم. فنشوف كيف حنغير التوسترينج ميثود. عشان نغيرها لازم نكتبها من اول وجديد، هذا بيسموه اوفررايد، حنتعرف عليه لاحقا. بس الخلاصة إني لازم أكتب الميثود public string. هي to string دائما ترجع string، ال return type تبعها string to string، وبتعمل return ل string يوصف ال object. طيب أنا إيش حطبع في ال object أو إيش حرجع؟ هقول له the width the length of the rectangle is، وحطبع اللينكث، بعدين أعمل backslash in the width of the rectangle is، وأطبع ال width. فأنا عملت method اسمها toString بترجع string، بترجع string هذا. هذه الميثود هتستبدل الديفولت ميثود. فالآن لما أطبع R1.toString هيطبع لي معلومات مهمة عن الريكتانجل، تمام؟ طيب، وحتى لو أطبع R1 فقط بدون ما أكتب .toString أوتوماتيك هو هيستدعي toString. لما أطبع R1 أوتوماتيك هيحاول يحول R1 لسترينج، فهيستدعي toString الموجودة في R1. لو كانت فقط موجود الديفولت هيطبع الادرس، لو كانت احنا عملنا لها كتبنا فيها ميثود تو سترينج فهيكتب وصف للاوبجكت. فلاحظ انه مفيد جدا انه نضيف تو سترينج ميثود في كل كلاس بعد كده، لانه بامكاننا اطبع معلومات عن الاوبجكت باستخدام التو سترينج ميثود. فهذا كان بخصوص toString method. في method أخرى مفيدة مهم تكون موجودة في الكلاس أيضا اسمها equals. خلينا نفهم إيش يعني equals. طبعا لو إحنا نحب نقارن مثلا R1 مع R2، ممكن بعض الناس يشوف هل R1 يساوي R2 أو لا. نفترض أنه لهم نفس الطول ونفس العرض، فممكن بعض الناس ايش يعمل؟ R1 يساوي R2. اذا كانوا متساويات حابب اطبع جملة they are the same. اذا كانوا مش متساويات اطبع جملة، طبعا ممكن ما احط اقواس بس يعني انا متعود احط اقواس، they are not the same، تمام؟ فـ
عندي تو ريكتانجلز نفس المواصفات نفس الأبعاد، قلت إذا متساويين الريكتانجل المفروض يطبع the ار the same. فإحنا بنتوقع إنه المفروض يطبع the ار the same، بس نتفاجأ إنه بطبع the ار not the same. ليش؟ لأنه لما أكتب ار1 يساوي ار2 هيقارن الأدرس، لأنه الار1 هو متغير مخزن في أدرس، الأدرس هذا بيأشر على أوبجكت في الذاكرة. نفس الشيء ار2، فلما أقول ار1 يساوي ار2 بيقارن الأدرس مع الأدرس، بس هذا مش الشيء اللي أنا أحتاجه. يعني هو هنا فقط يفحص إذا هم نفس الأوبجكت في الذاكرة ولا مختلفين. هما طبعا تو أوبجكت مختلفين لكن مواصفاتهم هي نفسها، فأنا ما أحتاج أسوي زي كده. طيب ممكن واحد يقول نستخدم زي ما كنا نعمل في السترينج، نستخدم الميثود equals. طيب ف equals نتوقع أنها تطبع they are the same، بس هنتفاجأ still تطبع أنها they are not the same. ايش السبب؟ السبب انه حتى الميثود equals الموجودة by default، طبعا equals انا ما كتبتها، نفس to string موجودة by default، حتى الميثود ال by default الاسم equals بتقارن الادرس مع الادرس، بس انا ما ابغى الادرس مع الادرس. طب ايش الحل؟ الحل نفس ما عملنا بال to string، انه نعدل هذه الميثود. فهنكتب الميثود equal، ميثود equal ترجع بوليان اسمها equals وتاخد ريكتانجل، يعني بتقارن ريكتانجل اسمه R مع الريكتانجل الحالي. طيب انا كيف حقرر اذا تو ريكتانجلز متشابهين او لا؟ اذا كان طول الريكتانجل الاول او اذا كان الطول اللينث، هذا اللي هو الفيلد موجود فوق، اذا اللينث الخاص بالاوبجكت مساوي اللينث الخاص بالR and الويدث اللي هو الفيلد مساوي للR dot width. فهذه الميثود هي الميثود هي موجودة في object وتستقبل object آخر، وهدفها تقارن تو اوبجكت. هل اللينث اللي في الاوبجكت اللي انا موجود فيه يساوي اللينث الخاص في الار؟ هل ويدث يساوي الويدث الخاص في الار؟ اذا نعم حمل ريتيرن ترو، ايلس ريتيرن فولس. تمام. طيب فالان انا عدلت الايكوالز، شرحت في الكلاس انه كيف حيكون تو ريكتانجلز متساويين، فطبع لي they are the same. انا حددت حيكون متساويين اذا كان الطول يساوي الطول والعرض يساوي العرض. فالان قلت له r1.equals r2، فهو قارن الطول والعرض الخاصين ب r1 بالطول والعرض للاوبجكت اللي عملت له باس لهذه الميثود. تمام. فهذه ايضا ميثود مفيدة ممكن نستخدمها لو كنا حابين نقارن أكثر من أوبجكت من نفس الكلاس. في ميثود ثالثة أو في شيء ثالث نحب نعمله، ميثود اسمها كوبي. نفترض إحنا بدنا ننسخ، مثلاً بدنا ننشئ، بدي أنشئ ريكتانجل 3 ريكتانجل R3. خليني أحذف هذا الكود حتى يتضح. طيب انا انشات ريكتانجل ار1، حاب انشئ ريكتانجل ار2. ار2 يكون ريكتانجل جديد بس يكون نفس مواصفات ار1، يعني بدي انسخ ار2، اعمل نسخه جديده اسمها ار2، نسخه جديده من ار1 اسمها ار2. بس هذا مش نسخ صحيح، والسبب كالتالي. طبعا لو اجي اطبع R1 ايش تتوقع يطبع لي؟ طول والعرض. ولو اطبع R2 حيكون نسخة منه طول والعرض. حتى الان كل الامور تمام، طول 5 العرض 6 الامور تمام. لكن اللي مش تمام انه لو حاولت اغير الطول ل R1
خليته بدل ما هو 5 مثلا 9. فبس غيرت الطول ل R1 فهنلاحظ انه حطبعهم مرة تانية، هنلاحظ تغير الطول ل R1 ول R2. السبب انه هذه الحركة ما انشأ لي اوبجكت جديد، هو اصبح عندي اوبجكت واحد في الذاكرة بس في عنوانين او في متغيرين بأشروا عليه. ف R2 R1 حيكون فيهم نفس الادرس، فهم نفس الاوبجكت. فلو غيرت الطول لR1 حيتغير لR2، لو غيرت العرض لR1 هو اصلا يعني اوبجكت واحد. فهذه الطريقة خاطئة للنسخ. الحل انه نعمل ميثود اسمها كوبي، لسه ما عملتها، بس كوبي حترجع نسخة مشابهة لR1 بس انه اوبجكت جديد. طيب كيف انشئ الكوبي؟ public. الكوبي بترجع اوبجكت من نوع ريكتانجل، من نفس نوع الكلاس اللي بدي اعمل منه كوبي، وحقول return new، حنشئ اوبجكت جديد، هستدعي الكونستراكتور اللي اعطي اللينث نفس طول الاوبجكت اللي انا فيه، length والwidth نفس عرض الاوبجكت، يعني انشات اوبجكت جديد بنفس المواصفات الموجوده في الفيلد الطول والعرض. فانا الان لما اعمل كوبي نفس المواصفات الموجوده في R1 حنشئ ريكتانجل جديد واخزنه في R2. نيجي نشغل حنلاحظ طوله 5 و6، 5 و6. طيب الان انا غيرت الطول R1 ل9، لاحظ R1 تغير الطول ل9 بس طول في R2 ما تغير ل9، دليل انه اوبجكت منفصل. فهذه ايضا طريقة نعمل كوبي. في ناس بعملوا طريقة اخرى عن طريق اشي اسمه الكوبي كونستراكتور. في ناس بعملوا كونستراكتور جديد، كونستراكتور بس الكونستراكتور هذا ما ياخذ الطول والعرض، ياخذ ريكتانجل R، وهم حيخلوا الطول يساوي، يعني كأني أنا أعطيه ريكتانجل R وأحكي له اعمل لي خد مواصفات R وساويها للفيلد. فهو حياخد R.length وحياخد هنا ال R.width، فحياخد مواصفات R ويساويها بالفيلد الموجودين عندي. فالآن لما استدعي الكونستراكتور هذا قيم الريكتانجل الجديد حتكون نفس القيم اللي موجودة في الR. فلذلك طيب كيف هنا ممكن استخدم الكوبي كونستراكتور؟ هحكي عادي نيو ريكتانجل، طب كم طوله وعرضه؟ ما احدد له طوله وعرضه بس احدد له الطول والعرض خذهم من R1. فهيك حينشئ نسخة ايضا من R1 يسميها R2. ولاحظ انه نسخة مختلفة، الطول هنا أصبح 9 غيرته، لكن في R2 ما زال 5. فاليوم تعلمنا في المقطع هذا 4 أشياء: تو سترينج، تعلمنا الإيكوالز، وتعلمنا الكوبي ميثود اسمها كوبي، والكوبي كونستراكتور. أتمنى يكون الدرس واضح ونلقاكم في المقطع القادم.